دي بقى شوربة سي فود. مظبوط. ده رز باتر فلاي. الله عليك. سندوتشات بيك تيستي اللي هو سويت شيلي سودا. ده جامد. ده 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 الاساس ده صح. ده الويلكم درينك. دي بقى طاسه الجمبري بالجبن. اللبانه يا جماعه في الكفر عشان بصوا الناس دي مهتمه بالتفاصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم محمد الشامي يحدثكم من عروس الدلتا. النهارده انا موجود في طنطا. ليه بقى؟ كلمني شيف اسمه الشيف حلمي رزق، فاتح في طنطا محل جديد اسمه بابا شريم. بيقول لي انا لسه فاتح بقالي، يعني هو شيف اصلا سي فود وهو لسه فاتح المشروع ده ليه بقاله فتره. بيقول لي انا بعمل حاجات مختلفه عن طنطا، مش موجوده في طنطا كتير، وحابب انك انت تيجي وتجربها وكده. فانا بالصدفه كنت النهارده في طنطا، عندي مشوار بخلصه. ترو سبحان الله رزقك، يلا بينا. ايه انا هاجي لك ونشوف ايه الموضوع. فانا النهارده اتعزمت على العشاء في طنطا في بابا شريمب في شارع الحلو. اي حد من طنطا هيبقى عارف شارع الحلو. هنطلع دلوقتي عنده ونشوف ايه الحكايه بقى بتاعت الشيف حلمي. هيا بينا. لو وصلت يا جماعه عند بابا شريمب. بابا شريمب احنا هنا اسمه شارع الحلو، قدام كليه التجاره جامعه طنطا، قدام الباب بالظبط، الباب اللي قصاد الباب. وده الشيف حلمي جميل. ايه يا شيفنا؟ عامل ايه يا باشا؟ السلام عليكم. عامل ايه؟ الله يكرمك. ايه اخبار الدنيا؟ كله تمام؟ الف مبروك. ربنا يوسع عليك يا رب يا شيف حبيبي يا باشا. احكي لي بقى ايه الكونسبت الجديد بتاعك بقى؟ انت اول حاجه انت من طنطا؟ ايوه من طنطا. اصلا وبتشتغل في موضوع السي فود ده بقالك قد ايه بقى؟ بقالنا حوالي داخلين في 12 سنه يعني. ما شاء الله. انا عندي 12 سنه شغال في الموضوع ده بس. ما شاء الله. اشتغلنا في مطاعم كبيره الحمد لله هنا في طنطا والدنيا معانا يعني. الحمد لله ربنا وفق لنا ان احنا بنفتح مكان صغير كده على قدنا. ربنا يوسع عليك. بس بنقدم بقى كونسبت في السي فود شويه. ايه بقى؟ اللي هو اللي كاس كاس الجمبري والكابوريا. الشغل بقى بتاع الكاشن بقى بتاع بره ده بتاع امريكاني. بتاع امريكاني بس بصوصات احنا اللي عاملينها من او من الف للياء. حلو. بس مش يعني حراق؟ لا عندنا، لا مش حراق، عندنا الصوصات الحراقه وعندنا اللي مش حراق. انا مش دعوه بالحراق. لا اوعى. لا ما تقلقش، ادواك صوصات احنا اللي عاملينها من ايدو زيد. يلا بينا. فاهم؟ زي الكاجين طاسه الجمبري بالجبنه كده، شويه شوربه سي فود يعني تفكرك باسكندريه والكلام دوت. حبيبي حبيبي يا حلو. هتشوف كونسر ورز بتر فلاي ده جديد اصلا. رز بتر فلاي، رز بالجمبري بتر فلاي علامه معانا مميزه. سندوتشات جمبري بكتستي بيخش سلامي، حاجه بيف زي شريمب ده. سندوتشات. سندوتشات ما شاء الله ما شاء الله. احنا هنا موجودين بتالي العنوان ما يتوهش، احنا شارع الحلو قصاد باب كليه التجاره على طول. ده بالنسبه لاي حد في الدلتا كلها بتالي عارف المكان. عارف الحلو قدام كليه التجاره. قدام كليه التجاره في رقم تليفون بتوصل؟ في رقم تليفون. كام بقى؟ ده المنيو ده رقم التليفونات بتاعتنا 04-94-98-31-015-5871-5799. انت بتوصل لغايه فين بقى؟ بنوصل كل طنطا والمناطق اللي هي جنب طنطا كمان، يعني المراكز اللي هي مثلا في قطور، في بسيون، في الحتت المراكز يعني حوالين طنطا. والزوم بتاعتنا واسعه يعني ما شاء الله ما شاء الله. اللي عندهم يا جماعه الشرب سي فود وجمبري كريمه وجمبري بطارخ. وايه فيجا بقى ده؟ دي شوربه جمبري، بتكون جمبري قشر وجمبري لحم، وبتكون الشوربه الحمراء دي. الحمراء. الرز طبعا باشكاله ووجبات اطفال، السندوتشات جمبري وسبيت وفاهيتا سي فود وفيليه. ده العيال البلدي. المركب حلو قوي ده، احلى حاجه ده. سندوتشات بقى العيش الفرنساوي بقى عشان الناس اللي عايزه تميز نفسها. وفي حاجات جديده اللي هو عاملها بقى ايه؟ فيليه مورنينج. فيليه مورنينج، فيليه وصوص المورنينج. ايه صوص المورنينج ده بقى؟ ده صوص بيكون وايت وعليه جبن وبياخد وش سلمندر. بيطلع نظام فيليه مشوي على جبنه وبياخد وش سلمندر. ما شاء الله. وتشيلي الشريمب ده سويت تشيلي صوص. سويت تشيلي صوص. وفاهيتا سي فود. وعنده بقى الباستات عادي، السي فود كلها، وطواجن بقى، طاجن ميكس مشكل، طاجن جمبري، طاجن ملوخيه بالجمبري، وطاجن بابا شريمب، بطارخ وكابوريا وجمبري وكاليماري وفليه وبلح وجندوفي. حاجه بوم. في بقى عندنا دلوقتي الاطباق المقليه، سله جمبري، دي الحاجات المقليه. دي الفرايد. اوكي. وده الطاسات، طاسه دي كلها طاسات جبنه صح؟ لا دي طاسه جمبري بالجبنه، دي طاسه بتبقى اسكندراني، صبيت اسكندراني، وده الشيرت اسكندراني. وفي عندك بقى الصوصات الناس تقعد. فين الاكياس بقى؟ دي الاكياس. اللي هي الباكت. سي انت بتحضرك بتختار الصنف من هنا سي جمبري، وبنختار بنرجع تحت هنا نختار الصوص بتاعنا اللي بيستوي في قلبه. فهمتك. احنا مش بنسلقه ولا بنشويه ولا اي حاجه، احنا بنعمله اوردر باي اوردر في قلب الصوص. في قلب الصوص. طب خلاص انا يا باشا عايز باكت ميكس. وايه احلى صوص بقى ما يبقاش حراق؟ ممكن باتر فلاي او صوص باتر ليمون. الباتر ليمون بقى يا باشا. يلا توكل على الله. لو بنعملك كمان باكت جمبري. يلا يا باشا احنا معاك حبيبي. بص هنا يا فندم معلش، هنا كونسيبت كده شبابي شويه، بيكون كباب فيها نفس اللي في الكيس بس الكب. لا دي
حاجات فرايد وبتاخد الصوصات ديت في كوبايه. اه فهمتك، يعني كوبايه مثلا فيها جمبري مقلي وفيها الحاجات. حلو قوي ما شاء الله، حاجه جميله جدا. المكان يا جماعه اسمه بابا شريمب، شارع الحلو امام كليه التجاره، والتليفونات زي ما قلناها والفيسبوك والانستجرام بتاعهم بابا شريمب. بالتوفيق، ربنا يرزقك يا شيف حبيبي. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا شيف؟ دلوقتي هنعمل شوربه سي فود وباكت جمبري بتر فلاي وباكت ماكس ليمون صوص. يلا يا باشا انا جاي. ده شغل نينجا، ده شغل نينجا كده ماشي. هتشوف شغل باذن الله. باذن الله يعني. الله يكرمك يا شيف. سي فود طبعا اهو، بسم الله ما شاء الله. الجمبري انتوا بتفتحوا بقى من الساعه كام للساعه كام؟ نفتح من الساعه 10 للساعه 1 بالليل. من 10 ل 1 بالليل كل ايام الاسبوع. كل ايام الاسبوع. ربنا يكرمك. دي خلطه كده بتقوم بكرفس بنعناع بصوايا البيز بتاعنا. اي حاجه ده موجود، ده بتديها بالزيت دايما. اه هتكسره تاني ان شاء الله باذن الله. ربنا انت بس اعمل حاجه حلوه كده وربنا يرزقك. هنا ده الكابوريا بتاعتها النت كلها مبطرخه بالوحده طبعا. بس انت اهم حاجه اي حاجه هنعملها تبقى زي اللي بتطلع اوردر. هي اللي بتطلع بالوردي. ماشي. وده صب البلدي وجندوفلي وجمبري. ده كده اوردر ايه ده؟ ده اوردر داخل البيت. باكت البيت. تمام؟ تمام. بنشوحه ني في ني، كل حاجه عندنا ني في ني. تمام، وبعد كده بياخد الصوص. وبعد كده باخد الصوص. بنشوح معاه عشان ياخد طعم السكوت. وهنا باخد الجمبري. باكت الجمبري اللي هو برده الكيس. اه اللي هو باكت حمار. وبياخد برده الدور. بياخد الدور. اللي عاجبني في الموضوع ان هو بيحط كل حاجه بالمقدار، يعني مش بكتره، يعني نقطه زيت نقطه زيت وايد الحاجه، يعني ايه الحاجات بمقدارها كده تظبط الدنيا. ربنا يرزقك يا حبيبي. نبدا هنا نحط شوربه سفود. نحط الكابوريا. اوكي أه؟ دي الشوربه بقى. الشوربه. تمام. نحط الجندفلي. تمام. أه؟ الاول ناخد تشويحه بس بسيطه. كل الجندفلي جندفلي بلدي، وجندفلي جندفلي بلدي. ما شاء الله ما شاء الله. ده بتاعنا ده لبن بكريمه. لبن بكريمه. ها؟ ده الكيس هيبقى بتر ليمون صح؟ اه بتر ليمون. تمام. ده مكعب مرقه سمك. اه شويه توابل اللي هم بتوع فيجن، بس حاجه تدي الطعم بس. بابا مش حراقه بس. لا مش حراقه. ده حير، تخليه حرشه بس. حرشه بس. انا نزلت بقى بقيت الشوربه. كده الشوربه كله نزلت. تمام تمام. هياخد غلط بس. وده كده استوى معانا خلاص. بتستخدم بقى بيون ايه؟ شوربه لبن. بنستخدم بيون الحاجه شويه قشر كابوريا بنسلقهم. اه بنديهم شويه بس كركم بسيط بيدينا البيون ده. تبقى جاهز ما شاء الله ما شاء الله. بس بنحط له نحط السنه اهي. تمام. وبعد كده بتديها كريمه في الاخر. مش عايزين اكتر من كده. لا لبن كريمه طبيعي. لا برضه لبن وكريمه بتاعها. بس هو كله صوصه منه فيه، يعني اكلنا بنشرب خلينا سالقين المنتجات نفسها. كل انا افتكرته زيت والله. بسم الله ما شاء الله البيون يعني الله اكبر كبير ونضيف قوي ما شاء الله. هنا بقى ده كل حاجه. معلش يعني احنا مخصصين شويه. اه ده صوص الليمون تمام. هنحطه بس مش هنحطه غير لما حاجه تستوي. تمام. عشان ما يفصلش. ما يفصلش اللبن. وبطل بقى بتاعنا باخد بس بياخد غلو وبعد كده بحط اللبن. بعد كده احنا عندنا سر بتاع مينا شويه. معلش ايه بقى؟ يعني احنا مثلا البطل فلاي بتاعنا مميز كتير عن اي صوص تاني. يعني بنسميه بطر فلاي. المفروض بطر فلاي ده اللي هو فرشه على الجريل. بس انا واخد الصوص دوت لحته تانية خالص. اه انت عامل الصوص بس وبتحطه على قلب الجمبري. على قلب الجمبري وصوص بطر فلاي مش هتاكله في حته تانية. ده اللبن بالكريمه بتاعنا. ده لبن بالكريمه برضه. ها؟ وسن البابريكا صغيره وسن الكمون. مكعب المرقه برضه. كده احنا خلصنا الجمبري بقى. ما شاء الله. ده سريع يعني انت الاوردر عندك التايم بتاعه عندي ربع ساعه. ربع ساعه يعني ربع ساعه ما شاء الله. اول سي فود مستو ما بياخدش وقت. مستو ما بياخدش وقت بس لو اتعمل صح. ربنا يرزقك. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 24 سنه. قد يعني. اه يا دوب. 99 شهر 7 الجاي كام؟ 24 سنه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه حلمي وربنا يعني كده يطرح البركه فيك والله. وغلو كمان وكده هحط له بس البيزك بتاع الصوص الليمون بتاعه. تمام. وتديله سنه مستردة وتحطه في الكيس. وبحطه في الكيس بتطلعه بيطلع بقى بالكيس مع وبيفرش على الترابيزه. الترابيزه المفرد بتاعنا يعني. الستايل بتاعنا حلو قوي. الكفر بتاعنا هيعجبك اصلا. لبنى شكلس بعد الاكل ليمون ويلكم. بينزل ليمون نعناع بخيطه نعناع بينزل ويلكم. انت عامل حاجه محترمه جدا هنا بصراحه في طنطا ما شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. في بلوك بقى شويه حلوين كده. احنا ايوه في الناس غيرت بس كاتبين الحمد لله خبرات من كذا مكان ما شاء الله ما شاء الله. بس احنا كده احنا خلصنا الشوربه بتاعتها. بتاخد اللبن بالكريمه. هتبدا بقى تدي اللبن بالكريمه. طبعا ما بتكترش زبده على الحاجه لان الصوص ده فيه كتير قوي زبده زائد الدسم بتاع الحاجه بتاع الكريمه كمان بتاع الكريمه.
نطلع بس نحط على الكاس ونطلع للصفر. يلا بينا. بتعمل ايه يا شيف عادل؟ ده الجمبري. ده بريدنج الساندوتش الجمبري. مظبوط كده. ربنا يرزقك يا عم عادل. انت برضو دفعة حلمي؟ لا. اصغر؟ مواليد 2003. ما شاء الله، والله العظيم انا سعيد بيكم بطريقه يعني مش عايز اقول لك ازاي والله. اخوات بقى من زمان مع بعض. ربنا يعني يطرح فيكم البركه ويخليكم لبعض دايما. دي بقى شوربه سي فود. مظبوط. الاثنين زي بعض صح؟ زي. ده رز باتر فلاي. مظبوط. الله عليك. سندوتشات بيك تيستي وسندوتش اللي هو سويت تشيلي سود. ده الاساس ده صح؟ ده الويلكم درينك. مظبوط. الله عليك. سويت تشيلي صوص اللي بان يا جماعه في الكفر، عشان بصوا الناس دي مهتمه بالتفاصيل. دي بقى تيست الجمبري بالجبنه. ايوه. الله عليك. ده اللي كانت بتاعتنا، الرز بتاعنا. تمام. الله. بص بقى ده فكر جديد. الامريكاني على الصوص يا جماعه بقى. ايه ده؟ الاستاذ هشام صديقي من المنصوره وقابلته في طنطا النهارده بقى. ايه وقال لي هيدوق معايا. بس احنا هنشتغل ولا هناكل ونجيب؟ ما احنا هناكل احنا بنشتغل، هو شغلتنا اكل اساسي. بس انت عارف انا ما بعرفش جامد، بقول رايي. لا انت لازم تقول رايك على طول. مش هقول رايك على طول، الثقه واحنا معاك. عارف النظام الامريكاني الاكياس ده؟ صوص بتر ليمون. ده بتر ليمون. ده بتر فلاي ولا ده ايه؟ ده ازاي ده؟ ده الجمبري مسلوق ومعمول الصوص عليه بعد كده. ده صوص ايه ده؟ بتر فلاي. ده البتر فلاي. وده بتر ليمون. وده بتر ليمون. ده البتر فلاي اللي انا طالبه، اللي انا بحبه. انا في كابول يعني دي كلها بطاطس. ما شاء الله عليك. الحمد لله بلدي ويوم بيوم الحمد لله. بس انا شمرته. ليه طب انا ما فيهوش جندوفلي وما فيهوش البيتر فلاي؟ ما فيهوش جندوفلي. لا ده نظام، ده جمبري بس. ده ميكس. ده ميكس. دوق بقى. ايه اول حاجه؟ الشوربه. بسم الله. كل سنه حضراتكم طيبين وسنه سعيده ان شاء الله. عليك ده عليك يا عم هشام. لاول مره اقابل صديقي واخويا شيف محمد حبيبي كبير. طبعا الشوربه يعني الشوربه. بص احلى حاجه في الشوربه بتاعت السي فود لما تكون خفيفه. شوربه السي فود لما تكون تقيله ما بتبقاش ايه، بتشبع، ما بتعرفش تاكل بقيه الاكل بقى. ده الكفر بتاعكم؟ ده الكفر فيه اللبان عشان دي حاجه مهمه. جميل جدا. بعد ما تاكل اللبان يعمل معاك شغل. الشوربه ب 67. واخده جمبري وجندوفلي وسبيط بلدي وكاليماري وفليه. لا دوق بقى الصوص بتاع البتر ليمون ده خطير. خمسة ايتمز. خمسة ايتمز. جميل جدا. ده الصوص ايه يا شيخ محمد؟ ده بتر ليمون. بتر ليمون. ها؟ دي بطاطس؟ لا ده صوبيه. او ماي جاد. انا اجيبك معايا التصوير كله. لا بجد انا محظوظ جدا ان انا اقابل محمد. حبيبي عم الشيخ. هو طلع اوردر زي ده. الصوص طعمها حلو، الجمبري كريسبي مطريش. مع الصوص اللي محطوط والجبنه ومصيصه، ودي حاجه كويسه لان اغلب الاتصالات بتبقى واخده كريمه كتير، فالحاجه بتبقى صايصه شويه. لا دي جبنه يعني. الجمبري مرصوص. دوق كده مشام الطاسه دي كده، قول لي رايك. جمبري مقلي واخد جبنه شيدر، طعمها حلو جدا. دوق بقى دلوقتي. رز جمبري بتر فلاي. رز جمبري بس بصوص البتر فلاي. صوص البتر فلاي. الطاسه دي فظيعه. لا طاسه حلوه قوي. ده سبايسي. ها عشان بتاخد سنه سراتشي عشان نكسر بيها طعم الجبنه. بس انا قلت له بتحط يعني حاول تقلل السبايس شويه. السي فود واضح ان هو السي فود نوع كويس. الصوصات معموله بطريقه كويسه، مفيش حاجه اوفر في الطعم. طعم كويس جدا الحاجات يعني. انا دقت الجمبري هنا البريدد محترم. تعالوا نجيب واحده من الساندوتش ده كده. كريسبي بتاعه كويس، طعمه كويس، ما بيشدش، السوا مظبوط. اللي هو ده؟ تسلم ايديك، ربنا يكرمكم، نزلكم. مش ملاحظ اشوف ان في سنه زياده ملح كده في الشوربه؟ الشوربه سنه. سنه زياده ملح بسيطه، بس التكوين كله زي الفل والله. زي الفل. حبيبي يا شيف، ان شاء الله ربنا يكرمكم وتكسروا الدنيا وتبقوا فروع في كل مكان. وانا سعيد بيكم جدا، وسعيد ان انتم بتعملوا حاجه مختلفه، وربنا يرزقكم الخير كله. ادعموا الشيف هنا وتعالوا كلوا هنا. اي حد في الدلتا واي حد بينزل طنطا تعالوا كلوا عند بابا شريمب ومش هتندموا. وانا بقول لكل اصحابي في المنصوره تعالوا فعلا كلوا عند بابا شريمب. شيف محمد شواحه 10/10. يا كبير تصبحوا على خير. سلام عليكم.